السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في الفيديو سوف نقدم صحيح التمرين الأول من الاختبار الموحد لجهاز فاس مكناس 2016 فراس يونيو. هنا عندنا السؤال رقم واحد، طلب منا نحلو معادلتين تاليتين. المعادلة ألف كما تلاحظون هنا، 5 عامل إكس زائد 1 تساوي 2 إكس ناقص 3. إذن كيفاش غادي ندير نحل هذه المعادلة؟ غادي أول حاجة سأقوم بالنشر هنا، كثير ديال التلاميذ بغا يفكر في التعميل، ليس هناك تعميل لأن العامل المشترك هنا كيلا يصحابو إكس، إكس لا يمكن أن نعمل بها لأن إكس هنا فهي عبارة عن حد، وإكس هنا 2 إكس هي عبارة عن حد، وليس هناك عوامل يمكن عامل مشترك يمكن أن نعمل به. لذلك سنقوم بالنشر كالآتي، 5 عامل إكس هي 5 إكس، 5 عامل واحد هي 5 تساوي 2 إكس ناقص 3. إذن شنو غيوقع هنا؟ هنا غادي ندوزو المجاهيل مع المجاهيل ونصيفطو العدد مع العدد، يعني الرقم حدا الرقم واللي مرتبطين بالمجاهيل يكونوا بوحدهم والرقوم يكونوا بوحدهم. إذن هنا غادي نجيب 5 إكس، نجيب حداها 2 إكس، لاحظوا بأن كانت هنا إشارة موجبة فاش نقلتها للجهة على يسار تساوي ولات سالبة، ناقص 3 بقات في المكان ديالها على يمين تساوي بقات ناقص 3، زائد 5 غتفوت لديك الجهة تولي هي ناقص 5، يعني زائد 5 دازت ليها ولات ناقص 5. 5 إكس ناقص 2 إكس هي 3 إكس، ناقص 3 ناقص 5 هي ناقص 8. إذا في الأخير غتولي إكس تساوي ماذا؟ هنا عندي جداء تصبح قسمة، تجي خلاص ناقص 100 تبقى في المكان ديال عين اليمين تساوي، انتقلت 3 كانت جداء ولات خارج، مبقاتش جداء ولات خارج، يعني العدد فاش يكون عندنا جداء تيولي قسمة. إذا حل المعادلة هو العدد ناقص 8 على 3، ونكون بذلك حليت المعادلة ألف. المعادلة ب عطاونا فيها، لاحظوا معي، ب طلب مني أن أحل المعادلة كالآتي، 2 إكس ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 9 تساوي 0. هنا في هذه المعادلة هنا ماشي بحال الاولى، الاولى نشرت فيها، اما الثانيه ليس هناك نشر، وانما هنا سوف اطبق ما يسمى بالمستغرقه الهامه الثالثه اللي كتعطي ا ناقص ب عامل ا زائد ب. هذه المستغرقه كغادي نخرجها هنا من الفوق، هذه الاولى راه اس 2 هي بحال تنقولوا ان العدد ا هو عباره عن هاد الدالة 2 إكس ناقص 1، غنحطها كاملة غنخليها كما هي. أما 9، 9 فهي مربع كامل لثلاثة أس 2، فهي 9 تصبح 3 أس 2، يعني أن العدد 9 عوض بعدد أس 2. بعد ذلك سأقوم بنشر المستغرقة الهامة كما كتبت هنايا. إذا غادي تجينا هي 2 إكس ناقص 1 ناقص 3، قلنا أ هي العدد 2 إكس ناقص 1، و ب هو العدد 3، ب هو العدد 3. إذا شنو غتصبح المعادلة هي كالآتي، لاحظ معي، أ ناقص ب عامل أ زائد ب. غادي نحيدو الأقواس داخل المعقوفتين شنو غتعطي؟ كالآتي، لاحظ معي، ما غاديش نحرق المراحل، غنمشي وحدة وحدة، 2 إكس ما كاين ما نجمع معها، ولكن الأعداد ستجمع اللي هي ناقص
4 ناقص 1 ناقص 3 عامل 2 اكس زائد 2 يساوي 0 ناقص 1 زائد 3 يساوي زائد 2 ناقص 1 ناقص 3 يساوي ناقص 4. فاش كنوصل لهاد النتيجه هذه عندي هاد العامل هاد الداله الحدوديه عامل هاد الداله هذه كتساوي 0. اذا تنقول بان 2 اكس ناقص 4 تساوي 0 او 2 اكس زائد 2 تساوي 0. يعني احد العاملين راه كيساوي 0 لكي تكون النتيجه كلها تساوي 0. اذا 2 اكس تساوي 4 هنا ناقص 4 مرات لديك الجهه غير هذه الاشاره. 2 اكس تساوي هنا زائد 2 مرات لديك الجهه تولي ناقص 2 غير هذه الاشاره. ثم قلنا عاد دابا في المعادله الاولى بان فاش يكون عندي الجدا يصبح قسمه يعني الاثنان غتهبط لتحت 4 على 2 او 4 على 2 هي 2. وهنا كذلك هاد الاثنان هادي تهبط لتحت اما ناقص 2 ستبقى الفوق. لان كاين كثير السلام كاش كيدير كيجي كيقسم 2 على 4 لا دائما هذا اللي من يبقى في الوسط واللي على اليسر مرتبط بالمجهول هو اللي يمشي للمقام. كثير ديال التمكين كيبقى لهم. اذا للمعادله حلين هما ماذا؟ ناقص 1 و 2. وبذلك نكون حليت السؤال الاول من الاختبار الموحد.